ليش أنا قاعدة بالصف؟ طلعوا ما أحلى الشمس. ليش العالم دايماً بيبدأ بعد ما يخلص الدرس؟ ليش أنا قاعدة بالصف؟ طلعوا ما أحلى الشمس. ليش العالم دايماً بيبدأ بعد ما يخلص الدرس؟ أقعد عند عم البياع أحسن من دروس الحساب. بدل ما أخصى بحصة العربي بقرأ مع أمي كتاب. أقعد عند عم البياع أحسن من دروس الحساب. بدل ما أخصى بحصة العربي بقرأ مع أمي كتاب. بدل ما أنسخ عن اللوح بحضر فيديوهات لذيذة. إذا باليوتيوب بيحكوا كوري ليش أتعلم إنجليزي؟ ليش في حصة رياضة خلوني أرقد أنط وأسبح؟ ولو بدل دروس الطبيعة أسقي الورد وأشوفه فتح. ليش أنا قاعدة بالصف؟ طلعوا ما أحلى الشمس. ليش العالم دايماً بيبدأ بعد ما يخلص الدرس؟